اخرس القم اخرس القم لقموك الجن انت يا عيال ما يمشي يا عيال يا عيال ما يمشي ما شغل شيء اختار شغل من عندك خلاص اخبارك ايش مسوي فين رحت فين جيت والله ما رحت ولا جيت والله ناخذك يلا شد حيلك شد رماحك منكم الله يا عيال ما يمشي يا لايك على هلا والله حسوني حبيبي منور حياكم ربي والله عن نجوح فيكم طرب عاد سالم ما عندي هم وناسا اسمع ايقاعات الحكم الأول الحكم الأول ارحب يا حمود خمسة لا فرح أوه حمود بداها يا عيال حمود بداها يا عيال يا عيال لا يفوز الحين يقولوا لكم القدر الشياطين اللي عندكم انت لقموهم الجن اخرس اخرس لقموك الجن هاي 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 ايه فين الشيطان الزال اللي معاك؟ جاي لو ذكرت مليون ريال كان احسن يا عيال اسوي الشاهي وجهي دوبر يا قول فين اني طالع لي براسه وهلا يا ويلي ويلا الحين ماشي دام فيها الشاي اجل شكله دوبكم فاكين بث كفو يعني صباحي اوه كويس اوبا عيال ما يمشي عيال عيال ما يمشي دقيقة بالله شفت اثنين حاطين صوركم في اثنين زيكم كذا يبثوا مين؟ اسمه واحد اسمه صبان انتوا جايبين خيلان الحارة جايبين الخوال في الحارة كلهم هل مترزق الله يا بس شوف اقول لك شيء ونعم بالجميع اكيد ونعم بحياك ربي ونعم والله ونعم الخوي بس في شيء بديتوا انتوا فيه تميزتوا في البيجو ف ما حد يبدا نفس بدايته مثلا انت تميزت في شيء حبيب ممكن التقليد صعب عرفت بس ما تدري سبحان الله كل واحد اسلوبه قم سوي الحكم والله مشكلة خوار اسمع اها اعطيتوهم ستايل البرنامج كله البرنامج كامل ما شاء الله كفو خلي من تعشون كفو يا رجل ما تدري ايش ربنا كاتب رزقك يفجر البيت افضل منه هذا شاه القصيم يخليك تروح بريدة عكس اللي عندك هو شاه الكشتة شاه الكشتة يا الله يا الله يا الله أبا بسم الله الرحمن الرحيم يا الله ما يمشي يا الله أبا ايش الدنيا شوفونا قلت احباب وخلاف كفى برازيلي اسمع شوف القط اللي عندي يا اخي مجبط له السرير كل شيء شوف فين نايم السرسري في التبسي هاي بالله ايش رايك ما سمي التبسي نايم سمي الطوفريه وش عندك انت حاطين قطه يا اخي تبسي تبسي هو ينام احمد ربه خذ عقله ما حد يحط طاوع حطيت له بيت حطيت له كل شيء رحنا اخرس مره بالعكس قلبي لطيف والله قلبك زي الخرا عشان كذا والله قلبك سرسري كبير عشان كذا يلا روح خذ لفه ناخذ لفه ونجيك العيال تجمع بس نجمع لك ونجي